صباح الخير. صباح النور. مرحبا. الله يبارك فيك. صباحكم مبروك. الله يبارك فيك لاله مليكة. مرحبا. ان شاء الله غنعطيك شي ثلاث صغار ولا بغيوات ديال الحوت اللي بغيتي. اي لا يقدر يديروا بغيوات ديال الحوت. وغنعطي مقادير قليله بالنسبه الى بغات السيده ديرها كبيره الطريقه ديرها. المهم انا غنعطيكم رابعه ديال الفرخ ورابعه ديال الميرنا الكبيره ورابعه ديال الكروفيت ورابعه ديال الرز ديال الدجاج وعندنا الفيرميسيل وعندنا العطريه اللي كنديرو ديال الحوت الشرموله كنتعطيها الا بغيتي نعاودها نعاودها في الخلاط الكهربائي كنديرو كزبر ومندوس والثومه شويه ديال الملحه العطريه ديال الحوت والعسل ديال الحامض شويه ديال الزيت البلديه شويه ديال الهريسه هادشي كلشي كنخلطوه كناخدو داك الحوت ديالنا كنشرملو بيه كناخدو الكروفيت كنخليوه بوحدو والحوت الاخر كله كنجيبو الكوكوط كنسفو فيه كنزيدو ليه شويه ديال الزيت والكروفيت كنديرو في كسكاس ديال الكوكوط وكنسدو الكوكوط على المهل هاد غير كيطيب الحوت صافي كنحيدوه من الكوكوط كنصفيه في الكسكاس الحوت كنصفيه باش يتحيد لينا داك الماء كناخدو الفيرميسيل ملي كنديرو عليها الماء طايب كنقطعوها كنردو داك الماء اللي تخوى لينا من الحوت كنردو الكوكوط كنديرو ليه الضامة ديال الحوت وكنلحو فيه الفيرميسيل كنخليوها تا كتشرب لينا وكنصفيوها تاهي في الكسكاس ديالنا شي شبكة الكروفيت راه كيبقى هكاكا كدير صافي كنجيبو الورقة ديالنا وكنديرو بغيتوها كبيرة كنديرو الورقة وكنلوحو داك الحوت ديالنا والفيرميسيل مخلط كلشي مخلطين وكنديرو الفرماج كنديرو داك الكروفيت من الفوق نزيدو شوية الفرماج ونسدو الثلاثة ديالنا بالصحة والراحة الله يعطيك الصحة.